في الحلقة ديال اليوم غادي نرجعوا شوية للور وغادي نمشي بكم لبداية الخمسينات ديال القرن الماضي. القصة وما فيها هي أنه الزعيم جمال عبد الناصر الذي كان يصنف أو يعرف بزعيم الأمة العربية من بعد الثورة وقعت واحد التغييرات كبيرة على المجال الفني اللي كان في مصر في ذاك الوقت. شنو اللي وقع؟ في أول اجتماع ديالو مع مجلس الثورة طرحت واحد نقطة مهمة، هي أن شي واحد قال له السيد الرئيس قال خصنا نوقفوا أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، نجمدوا الأشرطة ديالهم وندمروا التجربة الفنية ديالهم لأنهم هما ساهموا في تكريس العهد البائد وساهموا في تخدير الأمة ومجموعة ديال النعوت اللي سلطوا عليهم بجوج. جمال عبد الناصر بقى كيشوف، قال لهم ما عندي التمانع أنكم تدمروا أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ولكن بشرط. قالوا له شنو؟ قال لهم غتمشيوا أولا دمروا الأهرامات اللي في الجيزة، ما تخليوهاش الأهرامات كلها لأن حتى هي تنتمي للعهود البائدة. هذيك الأهرامات تبنات على أكتاف العبيد أيام الفراعنة اللي كانوا طغاة أكثر من العهد البائد اللي كتهضروا عليه، ولهذا إلا قدرتوا تهدموا الأهرامات أنا متفق معكم أنكم تهدموا وتدمروا التجربة ديال محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. مش على مرتبة فين حطهم. مرة كان في القصر ديالو في الليل هو يسمع في الراديو أن كاين سهرة محمد عبد الوهاب في الأوبرا، عيط للشيفور قال له اديني للمسرح. محمد عبد الوهاب تيغني، الجمهور منسجم معاه، حتى كيحسوا بواحد الهدير شكون ما شكون، جمال عبد الناصر داخل. وقفت الحركة، الجوق وقف، محمد عبد الوهاب ما عرفش راسو باش تبلا، تصفيقات، زيدوه للصف الأول، جابوا له كرسي وجلس. محمد عبد الوهاب طبعا ما عجبوش الحال لأنه هو المغني كيكون منسجم مع الأغنية ويجي شي مشهد بحال هذا راه كيتبرزط بلا معقول يعني. المهم اختصار، من بعد سال محمد عبد الوهاب السهرة ديالو، طلع محمد، طلع اسمحوا لي، طلع جمال عبد الناصر في الدروج باش يهني ويدير التحية ديالو لمحمد عبد الوهاب. اللي كتب على هذا المشهد اعتقد في مجلة المصور آنذاك، قال كل من الرئيس جمال عبد الناصر ومحمد عبد الوهاب كان يسرع الخطى ليصل قبل الآخر عند الآخر، ولما التقايا من اللي تلقاو لأنهم هما بجوج طوال، محمد عبد الوهاب ولا جمال عبد الناصر عندهم قامة طويلة شوية، فقال لما تلقاو كان كل منهما يحاول أن ينحني للآخر، رمز التحية. كيكتب هذا الصحفي وكيقول وتفوق جمال عبد الناصر في الانحناء أكثر لمحمد عبد الوهاب. لما مشى وتلقى مع المستشارين ديالو قالوا للسيد الرئيس شوية بالغتي في الاهتمام بمحمد عبد الوهاب، لأن الطريقة باش طلعتي والطريقة باش سلم عليك وسلمت عليه فيها شوية ديال راك انت هو كل شيء في هذه الأمة، فمحمد عبد الوهاب كيبقى مجرد فنان في جميع الحالات. شنو كان الجواب ديال جمال عبد الناصر؟ قال له مودي قبل هاد الثورة اللي درت كانوا كيجيبونا حنا من التكانة مرة نحضروا شي سهرة ديال محمد عبد الوهاب، والرتبة ديالي ما كانش كتعطيني الحق أنني نجلس في الصفوف الأمامية، كانت الرتبة ديالي كتخليني نجلس في الصف ما قبل الأخير، وإلا ما استفدت والو من هاد الحركة اللي درنا على الأقل أنني وليت كنجلس في الصف ما قبل الأول. شحال أنا سعيد لأنني أصبحت أجلس على كرسي أكون فيه أقرب الناس إلى محمد عبد الوهاب. الهدف من هذه الحكاية اللي هي عندها علاقة بالسياسة وبالفن ماشي هو أننا نرجع للماضي باش نهضروا على الماضي، لا هذا ماشي ماضي، هذا بحال البارح، وهذه غير دولة عربية ما كنقولش في أوروبا ولا شي حاجة من هذا القبيل. وبالتالي القيمة ديال الفن في علاقتها بالسياسة هي علاقة لا تنفصل، وكل ما احترمت السياسة الفن
كتكون كتخدم التجربه السياسيه ديالها. والفنان الملتزم ماشي بالمفهوم ديالو الشعاراتي، لا، الملتزم بالوفاء وبالروح الوطنيه الحقيقيه ما عمرو كيدخل في هذه العقده ديال التلدد بين الاضطهاد والرغبه في مواجهه السلطه بالمفهوم ديالها العام. ولذلك انا بالنسبه ليا ملي كنقرا او كنسمع حكايات بحال هذه مرات في القرن الماضي كنقول اين نحن الان في ظل ما يحدث في جل الاقطار اللي اصبح الفن فيها في الوقت اللي كان تيكون بمثابه القاطره ديال الشعوب تران في 36 فاغو. كان الفن والثقافه كتكون هي الا ما كانتش هي القاطره التي تجر العربات على الاقل كتكون في العربات الثانيه او الثالثه، اي في مقدمات الادوات التي تستعمل من اجل خدمه الصالح العام وتطوير البلد على كل المستويات. مع الاسف تغيرت بزاف ديال المعطيات وصبحت الثقافه والفن في جل الاقطار يمكن ما عندهاش عربه في هذا القطار بالمره، ماشي غير في العربه الاخيره، ولكن يمكن ما بقاش عندها الحق بتاتا ان يكون عندها قيمه في ترشيد وفي توجيه المسار العام للمجتمعات التي نحن جزء منها. كنتمنى انكم استفدتوا من هذه الاشارات واستوعبتوا ما بين السطور والكلمات. الى اللقاء.